في تاريخ مواجهات الفريقين بين الاهلي والترجي، انا استعرضتهم ارقامهم في مشوار افريقيا، انا استعرضتهم مع بعض وعايز برضه تعقيب حضرتك عليها، لان اكيد يعني دي بتدل في شواهد كبيره بين الاثنين. تمام. واحد، الترجي والنادي الاهلي لعبوا 10 10، الترجي سجل 8 الاهلي سجل 12، استقبل الترجي 3 الاهلي استقبل 1، نظافه شباك 9 ل 9، عدد الفرص المؤكده 1.9 للترجي 2.5 للنادي الاهلي، اهدار الفرص المؤكده في المباراه 1.2 ترجي 1.6 للنادي الاهلي، عدد التسديدات في المباراه 10.6 للترجي 11 للاهلي، محاولات داخل منطقه الجزاء 78-82 للاهلي، محاولات خارج منطقه الجزاء 28-32 للاهلي، سجل من داخل منطقه الجزاء 7-12 للاهلي، سجل من خارج منطقه الجزاء 1 ما فيش للاهلي، معدل الاستحواذ 51.6 ل 52.8 للنادي الاهلي. ارقام قريبه خالص يا كابتن ضياء. لا بس الاهلي سجل من خارج منطقه الجزاء في الماتش الاخراني ده بتاع 3 بتاع 3-1، ميرسي تاو جاب جون من خارج منطقه الجزاء. لكن اشكر لنا الراجل اللي عمل الاحصائيه الجميله دي، بذل فيها مجهود يعني. عدد استقبال شباك اهلي والترجي، يعني الترجي 3 والاهلي 1، وده برضو حاجه من الحاجات يعني دفاعيا او كمستوى الحراس في صالح النادي الاهلي. كابتن ضياء يعني هنمشيها كده، لكن هي ما بتدلش على الـ 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 يعني بشكل كبير جدا على التكتيك او على الفرق. اه بالظبط. طبعا يعني تروح لك بايه في النهايه يا كابتن؟ ما هو اصل دي على اوقات لا كتير. انا بنقول على القوه الدفاعيه للفريقين، يعني الاهلي عنده دفاع بسم الله ما شاء الله، والترجي نفس القصه، يعني ده بيخليك امام طبعا بتخلي ندره تهديفيه، بتخلي عشان كده بقول لك هتخلي الماتش تكتيكي تكتيك عالي، وهتخلي العلو للمهارات الفرديه كبير جدا، ممكن التفاصيل الصغيره في المهارات الفرديه والسيت بيسز الكور الثابته التكتيك بتاعها ده لازم يبقى فيه اهتمام في المباريات المقفوله. فرقه بتدافع كويس، فرقه بتدافع كويس هتلاقيها المهارات الفرديه لازم يكون عندك العناصر دي، وان شاء الله احنا عندنا اللي تفرق في المباريات المقفوله دي اللي فيها دفاع كويس. حضرتك اتكلمت على هتكلمنا على خطين الدفاع وقوتهم، عندك حارسين على مستوى ساسي ومصطفى شوبير، هل تتوقع استمرار المستوى العالي للاثنين، ولا ممكن يعني مجريات المباراه تختلف هنا وهنا؟ ان شاء الله شوبير انا بتمنى انه لا ما يختبرش يعني يعني بتمنى انه لا يختبر يعني، لكن هم عاملين بطوله كويسه هم الاثنين بصراحه يعني. قتل بحسن مصطفى شوبير ولا الشناوي؟ لكن خلاص بقى لسه موضوع انتهى. بتقول خلاص شوبير ماشي بشكل مميز جدا، والشناوي كان لسه كان بعيد للاصابه رغم وجوده لفترات لمنتخب مصر والنادي الاهلي، وادى احلى اداء واحلى مستوى، ان شاء الله هيعود يعني. لكن الشناوي حارس مصر الاول، شوبير له كل الدعم في المباراه طبعا، كل الدعم اللعيبه كلها يعني. أكيد. شوبير يعني باذن الله كابتن. وعندنا ياسر ابراهيم واليو ديانج بعاد بقالهم فتره، هل ممكن يبقى لهم تواجد ولا هو معاهم؟ هم موجودين في أكيد. في القائمه اكيد، بس يعني استعانا بيهم من الاول ما اعتقدش يعني هيستعين بكل الناس اللي اشتغلت الاربع ماتشات اللي فاتوا.